من هذا المكان وفي أربيل بدأت قصة نجاح سيدة أنبارية نازحة استطاعت أن تؤسس لها مطعما خاصا بعد أن قتلت رصاصات الإرهاب زوجها وتركتها دون معيل. مهجرة من الفلوجة، زوجي استشهد 2007، جانا داعش، تهجرنا الأربيل، جينا هنا، ظروف الصعبة صارت، الإيجارات غالية، والله ظلينا نفكر أنا وابني الما صارت عندنا هاي الفكرة إنه نفتح معمل، وصارت عندي أول مرة اشتغلت بالبيت، بعدين فتحنا هنا الحمد لله والشكر، العالم عرفت أكلنا، وهسه اليوم الحمد لله والشكر عندنا مناسبة عرس 60 صينية والحمد لله. لم يكن عشاق الأكلات التي تحضرها أم إياد من العرب فحسب، بل تعدى ذلك ليجد المواطن الكردي رغبة كبيرة في الحصول على أنواع متعددة من الأكلات بمذاقها الشهي. احنا يعني كأكراد يعني صار يحب ياكل الأكلات العربية، وخصوصا الدليمية والدولمة، يعني حال صرنا يطلبها وناكلها هواية، كل الأكراد صاروا يحبون الأكلات العربية يعني. ورغم كل ما تعانيه أم إياد تجد نفسها اليوم مثقلة بالهموم والحيرة في البحث عن مكان بديل لمطعمها بعد أن تم إشعارها من قبل المالك بإخلاء المكان. صراحة هو البيت مال ورثة، وكل فترة يقول لي اطلعي، وأني أصلا يعني شوفه يعني مكان صغير يعني، ومنا الغلا ومنا هسه حطوا قطعة يريدون يبيعوه، والإيجار صعب بصراحة، دايخة يعني ما أدري شو أسوي. زين إذا سدوا إحنا وين نروح؟ إحنا كلنا عيشتنا على الله ثم على هذا المعمل مالت أم إياد. يعني قصدك الإيجار مال البيت؟ أكيد هو الإيجار مال البيت، تعرف أنت كهرباء هنا كل شيء بفلوس، فيعني إذا قطعة والرزق مالته كلنا رزقنا راح ينقطع وياها. لكل نازح قصة إنسانية ترسم جزءا من صورة المأساة، ولأم إياد قصة كفاح تحدث خلالها قساوة الظروف بكل عزم وإصرار. لقناة الفلوجة، بشير الحسن.